النهارده طبعا تم الاعلان عن رحيل لويس ميكيسوني بشكل ودي، طبعا تم فسخ العقد فيه بدون طبعا، وتنازل ميكيسوني عن الحقوق المستحقات الماليه. والنهارده الحقيقه دي حابب اقف معاها، وميكيسوني الحقيقه يمكن صفقه ما خدتش حظها، في لعيبه كتير جم النادي الاهلي على مدار تاريخه ما كانش حد يختلف على كفاءتهم ولا امكانياتهم، لكن من الوارد انه بيبقى التيشيرت ليها ظروف، حجم الضغوط، عدم التوفيق، تغيير اجهزه فنيه بتحصل في اوقات كتيره جدا. لكن الحقيقه ان كل الشهادات في حق ميكيسوني اللي جات لي واللي ظهرت منه في بعض اللقطات في بعض المباريات كانت بتقول ان هو لعيب جيد، لكن ما حصلش توفيق في فرصته مع النادي الاهلي فراح على ميكيسوني. الرحيل التاني ايمن اشرف. ايمن اشرف الحقيقه واحد من رجاله الاهلي المخلصين، وهكذا يكون الفارق. رحيل ايمن اشرف ازاي تخرج من الباب الكبير؟ صح. ازاي تخرج وانت محتفظ بنفس رصيدك عند الجمهور، بنفس الاحترام اللي كنت فيه وانت بتلعب وبترتدي تيشرت النادي الاهلي، ويظل نفس الرصيد ونفس الاحترام ده متواجد؟ دي كانت رساله ايمن اشرف النهارده اللي ودع بيها جمهور النادي الاهلي، وتم اعلان انتقاله طبعا لفريق البنك الاهلي بدايه من الموسم القادم.